مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائيات الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. رئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد يصل أسمرة. رئيس السياسة الأفريقية يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد. مسيرات تأييدية لمبادرات السلام تنتظم البلاد. حركة الشباب الصومالية تهاجم مواقع حكومية. ارتفاع حرائق الغابات في كاليفورنيا. وقتلى ومفقودون في اليابان جراء الفيضانات. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. وصل أسمرة صباح اليوم رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الدكتور أبي أحمد في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة فخامة الرئيس إسياس أفورقي. إليكم التقرير التالي بصوت الزميل نصر الدين عربي. وصل أسمرة صباح الأحد 8 يوليو رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة من الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس إسياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، وجرى له استقبال حار بطابور الشرف. وتعتبر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لإريتريا حدثا تاريخيا استثنائيا لكونها أول لقاء بين البلدين وقيادته منذ 20 عاما، وتبشر لمرحلة جديدة من السلام والصداقة. لذلك خرج مئات الآلاف من الشعب الإريتري إلى الشوارع في استقبال شعبي لرئيس وزراء إثيوبيا وتأييدا للعملية التي بدأت. ويرافق رئيس وزراء إثيوبيا وزير الخارجية السيد ورقنيه قبيهو والناطقة باسم مجلس ممثلي الشعب السيدة مفرحات كامل، والناطقة باسم مجلس الاتحاد السيدة خيرية إبراهيم، ورئيس إقليم العفر الحاج سيوم أول وغيرهم. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد أعلن بعد قرار الحكومة الإثيوبية في التصريح الذي أصدرته في 5 يونيو الماضي التزامها بتنفيذ اتفاق الجزائر الذي وقع عليه البلدان في ديسمبر من عام 2000 والقرار النهائي والملزم الصادر في إبريل من عام 2002 دون شروط مسبقة. كان قد أعلن بأن إريتريا سترسل وفدا إلى أديس أبابا للتعرف على الأوضاع العانية عن قرب وبتعمق ووضع خطة العمل المستقبلية. وعلى هذا الأساس قام وفد عالي المستوى مكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب بزيارة لأديس أبابا حاملا رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس الوزراء أبي أحمد، حيث استقبل بحفاوة من قبل الشعب والحكومة الإثيوبية، وعاد حاملا رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد للرئيس إسياس أفورقي. التقى الرئيس إسياس أفورقي بقاعة هجر اليوم 8 يوليو رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الدكتور أبي أحمد.
وفي سياق هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. التقى رئيس سياس أفورقي بقاعة هاجر في الثامن من يوليو الجاري رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد، وبحث اللقاء المجالات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين. وقال مستشار الرئيس السيد يماني جبرأ في تصريح لوسائل الإعلام أن الهدف الأساسي من اللقاء هو خلق مناخ لإحداث تغيير إيجابي في أقصر وقت بالتركيز على المصلحة المشتركة على مستوى السيادة والقانون والمساواة دون النظر للخلف والامتعاض والندم على الخسائر السابقة، وكذلك إحداث عصر جديد في القرن الإفريقي ارتكازا على المناخ المباشر الذي خلق بين إريتريا وإثيوبيا. وأوضح أن الشعب الإريتري ليس وحده بل الشعب الإثيوبي أيضا تعرض لخسائر كبيرة في السنوات العشرين الماضية، ورغم أنه غير مرغوب وغير منتظر فأن الثمن الذي يدفع من أجل السلام كبير. وأشار إلى أن المرحلة التي خلقت لها مضمون قوي وثمين لكونها تنفذ برغبة ومبادرة الزعيمين دون طرف ثالث. وقال سيد يماني جبرأب أن المناخ الجديد جاء بالصمود القوي للشعب الإريتري ونضال الشعب الإثيوبي للتغيير، موضحا بأن المرحلة الماضية بيّنت حاليا مسيرتنا المستقبلية للسلام والصداقة والتعاون. بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد إلى إريتريا، جرت مسيرات في كافة مدن وبلدات إريتريا تأييدا لمبادرة السلام التي اتخذتها حكومتا إريتريا وإثيوبيا لفتح مرحلة جديدة. وقد بدأت المسيرات التأييدية صباح اليوم الثامن من يوليو واستمرت حتى منتصف النهار في الإقليم الجنوبي في مدن مندفرة وسنعفة وعد قيح وترونا وعد خولا، وفي إقليم الجاشبركة في مدن وبلدات بارونتو وشامبوكو وشلالو وأم حجر وتسنة، وفي إقليم عسبة في كرن وحقات وعيلة برعد وعد تكريزان، وإقليم شمال البحر الأحمر في مديريتي مصوع وبدة، وإقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب. وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام الإريترية والإثيوبية وصور الرئيسان إسياس أفورقي وأبي أحمد ومؤدين الرقصات الفلكلورية ومرددين شعارات الصمود ورغبة الشعبين في السلام. وأوضح المشاركون أن الشعب الإريتري يعرف جيدا تأثير وأضرار الحرب، لذلك يرغب في السلام أكثر من غيره معربين الأمنيات الطيبة للشعبين. خرج معهد إريتريا للتقان الذي يضم كليتي الهندسة والعلوم في السابعة من يوليو الدفعة الحادية عشرة من طلابه التي ضمت 1313 طالبا بدرجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. وقد تخرج 32 من الطلاب بالماجستير و 678 بالبكالوريوس و 603 بالدبلوم مكملين 45 مادة. وقال وزير التعليم السيد سمر رؤسم في الكلمة التي ألقاها في المناسبة إن مناسبة التخريج هي مناسبة الانضمام من مائدة المعرفة إلى مائدة التنمية، ولكن هذا لا يعني بأن مسيرة المعرفة انتهت، لذا فإن مرحلة اكتساب وصقل المعرفة المصحوبة بالعمل ما زالت متواصلة. وأوضحت بأن الحكومة الإريترية رفعت عدد مؤسسات التعليم العالي من 1 إلى 8 لتمكين أكبر الفرص التعليمية للمجتمع، وارتفع بموجب ذلك المستفيدون من هذه الفرص بأضعاف، وقد تم الوصول إلى مستوى مرض لسد الكفاءات المهنية التي تحتاجها برامج التنمية الوطنية كما ونوعا. وأمن نائب رئيس معهد إريتريا للتقانة البروفيسور مدهن جبرهيوت بأن الرؤية تتحقق بالعمل، موضحا بأن إريتريا تتقدم نحو عصر الرخاء ماحية الأمية والفقر والأمراض التي هي معوقات التطور الأساسية، ومشيرا إلى أن معهد إريتريا للتقانة يسهم بدور مشهود في هذا المجال. وقد خرج معهد إريتريا للتقانة الذي تأسس عام 2004 131 طالبا بالماجستير و 500,565 طالبا بالبكالوريوس و 9,093 بالدبلوم و 78 بالشهادة، أي ما مجموعه 14,884 طالبا منذ عام 2008 وحتى هذا العام.
خرجت كلية حمى المال الزراعية اليوم السابع من يوليو 393 طالبا في الدفعة 11 من طلابها، منهم 10 بدرجة الماجستير و 189 بالبكالوريوس و 194 بالدبلوم. وأوضح وزير الزراعة السيد عرفاين برهة في المناسبة أن خريجي الكلية السابقين يقومون بمهام فاعلة ترتكز على التقانة، مشيرا إلى أن الدراسة التي تلقاها الخريجون تطلبت الذكاء العالي وبينت المجالات التي سيتابعونها مستقبلا، وقال لدينا أمل كبير لتنفيذكم بتفان ومعنويات عالية المسؤولية الملقاة على عاتقكم من الشعب والحكومة ومدعومين من الوضع الإيجابي الموجود. من جانبه أوضح عميد الكلية سيد سمر أملسوم عن تقديم 6 برامج للدبلوم و8 للبكالوريوس و4 للماجستير هذا العام في مجالات الزراعة النقدية والهندسة الزراعية ووقاية النباتات والبيطرة وعلم الحيوان والنبات والتربة والبيئة، وكذلك علم الخضروات والفواكه والسماد والأزهار. وأكد على حدوث قفزة كبيرة في المدرسين، حيث غطى عددهم 70% من كامل عدد المدرسين، وأن رفع عددهم والارتقاء بقدراتهم من مهام الكلية والمفوضية الوطنية للتعليم العالي والبحوث. وقد خرجت كلية حمى المال الزراعية منذ تأسيسها 4249 طالبا، 51% منهم طالبات في 11 دفعة. عقد اجتماع يوم 5 من يوليو في مديرية دقم حرة لتقييم العملية التعليمية في السنة الدراسية 2017-2018 في الإقليم الجنوبي. وبحث الاجتماع الذي حضره مسؤولو المدارس وأعضاء الإدارة التقارير المقدمة حول نتائج الطلاب والمميزات وأوجه الضعف وأنشطة الثقافة والرياضة والصحة واستخدام المكتبات وتقنة المعلومات وتطور تعليم الكبار والتعليم المسائي. وأشارت التقارير عن التحاق حوالي 22 ألف طالب بالمدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، قاطع الدراسة منهم 8% ونجح 80%. وأكد مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية دقم حرية السيد عندوم زمكيل في الكلمة التي ألقاها بأن إدارة المديرية ستعمل بالتنسيق مع المدارس لحل مصاعبها وترقية نتائج الطلاب. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هابتسجي كدانة إن نتائج جيدة تحققت في الإقليم، لكن بناء طالب كفؤ من كل الجوانب يتطلب العمل والتنسيق الكبيرين. في غضون ذلك، أفادت مراسلة إيرينا عن تقديم برنامج تعليم الكبار في مديرية دقم حرة في 9 نقاط شارك فيها 250 طالبا من الفصل الأول وحتى الثالث. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا.